وينضم لنا من ألمانيا في فقرة زاد وملح الشيف سنان العبيدي. أهلا وسهلا بكم، أهلا بي. تحياتنا لرجل الجمعة، تحياتنا للمشاهدين أكيد، ولحضرتك الشيخ والمخرج الكريم كل كادر. أهلا وسهلا بك شيف، إن شاء الله بخير. والله الحمد لله، أشكرك. الحمد لله. اليوم شو راح تقدم للمشاهدين وصفة حلوة من إيدك؟ والله اليوم راح تكون، انتوا تعرفين هسه حاره كلش ومحتاجين له فيتامينات ايضا. نعم. اليوم راح نسوي طبق حلو كلش بسيط وسهل. هنا ألمانيا معروف نسويه هوايه يعني. نعم. اللي راح تحتاجه طبعا اي عصير متوفر عندكم. انا بالنسبه لي هذا عندي عصير كوكتيل موجود وبيكون فيه فيتامين سي كلش هوايه. نعم. يعني تعرفين على مود الفيروسات وهذا، فاذا في ناخذ فيتامين سي استعمل عصير البرتقال يكون افضل لكم. زين، نحتاج هنا ايضا الى خوخ موجود، واحتاج الى بسكت، اي بسكت بتوفر عندكم عادي، وبالاضافه الى هنا الكاستر هذا، وهنا نحتاج الى سكر ايضا. زين، اللي راح اسويه نجيب العصير نخليه هنا بالمغلي على جدريه صغيره، واول ما نغليه راسي شو نسوي احنا؟ عندنا هنا الكاستر، نجيب الكاستر المتوفر ونحط هنا. طبعا عندي نص لتر انا بالنسبه للعصير، وهاي عندي وحده وهاي اثنين وهاي ثلاثه، ثلاث خواشيق احط من الكاستر. طبعا الكاستر استعمل وياه شنو؟ ايضا راح احتاج الى عصير، هذا العصير متوفر عندي، ونخلي شوي على مود نذوبه للكاستر، لان يعني اذا خليناه راسا وياه ما راح يذوب وراح يتكتل عندنا، فلذلك لازم اذوبه وحده. طبعا نحرك راسا. هسه هنا اول ما غلى نخلص، طبعا هنا عندي يعني فور راح يغلي على السريع. هذا حلو جدا سهل ومناسب لكل بيت اعراق عصريه شيء او طيب يقعد يريد شويه حلا، وهذا موجود، وحلا تكون خفيفه مو قويه. اوكي؟ واهم شيء الفيتامين السي عندنا موجود. زين، هسه سوينا هنا ذوبناه. عندنا هنا طبعا انا مسوي وجاهز عندي، بس الخطوات على مود شنو شوي شوي تكون وياها، والمشاهد يعرف ويتوقع حد كل فقره. زين، هذا مثل ما شفتوا هسه هنا العصير بلش عندي يغلي، نجيب هنا اللي ذوبته واحطه وياه بهاي الطريقة. وهسه راح يصير عندي تخين، شلون الكاستر تكون التخين راح يصير؟ نفس الشيء. طبعا اللي ما عنده عصير يقدر يسويه بالحليب، ماكو اي اشكال. اي شيء متوفر عندكم انتم هو يصير. هسه راح نخليه بهالشكل، راح نخليه يغلي، راح يتماسك عندنا، من يتماسك عندنا شو يسوي طبعا؟ راح اراويكم النموذج اللي انا مسويه طبعا. هذا هنا عندي العصير اللي سويته وحطيت وياه الكاستر، طبعا هنا حطيته بالثلاجه على مود يبرد، وضروري احط فوقه كيس من هذا حتى الكيس اصلا يوخر القشوه اللي تصير من فوق وما يبقى عندي. بس ايش راح نسوي؟ اجيب هنا الخلاط، بعد ما صار عندي بهذا الشكل راح اخليه يصير الملمس مالته ناعم بهذا الشكل. هسه صار عندي الملمس كريمي كلش، ايش قد تتصور؟ وبهذا الشكل. شو اللي احتاجه؟ طبعا هذا عندي صار ايضا هنا، شوفوا. كوننا على مود السهوله والوقت حتى يبرد عندنا على السريع. شوفوا هذا اللي صار عندي هيك ملمس انا اللي اريده. هسه شو اللي احتاج بعد؟ هذا خلصنا من عنده. اجيب هنا عندي كريمه سائله. هاي الكريمه السائله طبعا اخليها بالمالت الكاسه واخلطها ايضا بالخفاقه. كون انا عندي مسويها وخالها بالبراد تبرد هي هاي. نعم. فاحنا بس على مود الوقت اكيد يعني. نعم. فهذا اللي موجود عندنا متوفر. نجيب هنا ناخذ بالملعقه، هاي الخطوه جدا مهمه وبنفس الوقت يعني لازم واحد على كيفه يحرك بها. ليش؟ اريد ادخل الكريمه ويا العصير اللي سويناه احنا بهاي الطريقه طبعا.
شوفوا تجيبوه من فوق اي جوه، بس مو سووا حير، اذا سويتوا حير راح يتحول الى سائل يرجع. فلذلك احنا نريد يبقى عندنا تخين وندخل الكريمه واكبر قدر هواء ممكن ويا على مود يعطينا نلمس الناعم. كلش طيب طبعا بالناعم على اليدين. حطه بهذا الشكل. جدا سهل وجدا بسيط وما ياخذ وقت اصلا نهائيا. حلو هذا. وهذا الشعر كيفكم من فوق وجوا. اذا سوينا حل فيكم حل راح يصير عندنا سائل يتحول. زين هسه بعد ما خلصناه شوفوا الملمس مالته شلون يصير. بهذا الشكل الملمس مالته راح يكون. عبالك كريمه بالضبط طبعا. زين اللي راح نحتاجه هسه حاليا على مود نطبق نحتاج الى كاسه شفافه او اي كاسه متوفره عندكم بالبيت. نحط بيها شويه هنا من هذا اللي سويناه. ونجيب هنا عندنا بسكت على مود يصير عندنا طبقات. هذا البسكت حطناه. نرجع مره ثانيه نجيب نعم اللي سويناه الخليط مالتنا. ونجي هنا نحط هسه المانجا عفوا الخوخ اللي احنا محضرين اكيد. نعم قطعي مربعاتنا لها اسم؟ والله هي شوفي هي بصراحه اذا اترجمها للعربي طبعا الترجمه تعرفين بالالماني او بالانجليزي بيختلف الاسم بالعربي يكون طبعا عندنا. طبعا يصير عندنا اسمه عصير الثلج مثل ما يقولون. اوكي لان هو شنو هذا يعتبروا الكريمه نعم السائل شلون الثلج نعم فراح يدخل وين؟ مثلج اي بالعصر مالتنا عصير مثلج نعم نسميه احنا شنيه زافت شنيه اورنج زافت راح يكون يعني فهيش ما معناه عصير مثلج اي مثلج عصير مثلج اوكي طيب بالضبط طيب تقريبا هيك مشكلة اسماء تضيع عندنا طريقة طريقة سهلة وبالفعل تفيد بالصيف. اي نعم. جدا سهلة. هسه هنا أنا طبعا بهذه الطريقة نسويه ونجيب مرة ثانية نحط شوية بسكت على مود يصير عندنا طبقات. نعم. حلو. شوية الوان من هذا. هنا نجيب اخر طبقه نحطها له فوقها نضغطها شويه بهذا الشكل. زين هسه شو نسوي؟ نسوي الديكور مالته والزينه طبعا اللي راح احتاجه. هاي الكريمه ايضا عندي موجوده جاهزه يبيعوها متوفره في كل مكان. نجيب هنا عندي الخوخ طبعا مو شرط خوخ اي شيء انتم تحبون خلوا برتقال تفاح كل شيء اللي يعجبكم. وبالاضافه الى هنا عندي نجيب نعناع هذا ورق مال نعناع ونحطه بهذا الشكل وطبقنا صار جاهز للشرقيه البيضة الجمعه وخلوا فوقه طبعا نشوفه شنو طعمه. عاشت ايدك هذا اسرع طبق وممكن واحد يحضره باي وقت بالضبط والله انا ضويه قدامكم حتى شوف طعمه شلون. بالعافيه شلون طعمه؟ اتمنى لكم والله لا اذا لازم يجربوه اذا لازم يجربوه والله لازم يجربوه كل سهل ومتوفر مكونات جدا متوفره في كل بيت طبعا. طبعا انا احاول ابسط دائما الشغلات للمتابعين ان شاء الله فتحياتي لكم. شكرا جزيلا لك شيخ سنان. يلا ربي صحة وسلامة للجميع ومخرجنا الغالي عفوا شاعرنا الغالي صحة وسلامة له واكيد الام وابويا ان شاء الله صحة وسلامة. ان شاء الله وانت مريت بفترة صعبة ان شاء الله تكون خاتمة الاحزان البقاء في حياتك. شكرا والله ان شاء الله يا ربي امشي الالتزام طبعا اتمنى من الشعب العراقي الالتزام بالكمامة جدا مهمة لا حد يتجاهل هذا المرض لا حد يقول ماكو موجود هذا المرض وابسط الاشياء انه اخويا اعطاكم عمره في سبب هذا المرض وان شاء الله يا ربي نقول الله يرحم الجميع والسلام للجميع ان شاء الله ايضا
شكرا الله اليوم، يخليك، شكرا شكرا لكم، انت اليوم موجود ويانا بالظهيرة، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم، مع ألف سلامة. مع ألف سلامة.